بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعة فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ما
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم.